في تعاون بين صندوق الموارد البشريه، توجيه الشباب للعمل في الخارج في الشركات الكبرى في اوروبا في جنوب شرق اسيا في امريكا في اي مكان. شركه صينيه والصين دوله، يعني يكون هذه بدايته في العمل في باشمهندس جهاد شنيبه مدير مشروع شركه عالميه في تقنيه معلومات بدون ذكر اسماء، عمل موسع لكن بالتعاون مع بعض نقدر احنا بس متخصصين في الجانب التقنيه هذه الاتفاقيه هي طبعا في اطار عمل الوزاره لتوفير يعني فرص التدريب الباحثين العمل للشباب الخريجين بالأخص في مجالات تقنية المعلومات والهندسة الإلكترونية. كما تعلم لدينا عدد كبير من الباحثين العمل حاملين لهذه التخصصات وباحثين العمل في نفس الوقت، لكن يحتاجوا إلى التدريب المهني والمهارات لكي يدخلوا سوق العمل سواء في الداخل أو الخارج، وبالأخص هذه الاتفاقية مستهدفة لتشغيل باحثين عمل في خارج ليبيا لأن تحصلهم على يعني على شهادة معتمدة من شركة رائدة زي شركة هواوي. هذه حتعطيهم فرصة أكبر للحصول على عمل بمكافأة أكبر مزية، وأيضا لجلب خبرة ومعرفة من الخارج إلى السوق الليبي. يعني كان لابد من تشغيل الشباب في هذه المهارات اللي هي الخاصة بالآي تي، لأن نحن نفتقر كثيرا يعني في فجوة بيننا وبين التطور اللي صاير في العالم من خلال يعني هؤلاء الشباب وذهابهم إلى والعمل في شركات دولية سوف يقوموا يعني المستقبل بجلب وأيضا توريد هذه المعرفة إلى ليبيا والأكاديميات الليبية. في الاقتصاد المحلي اللي هو وظيفتي شخصيا كانت مع شركة مطار وشركة تجارة، كانت البروجكت مانجمنت كلها تختلف من كلية الأكاديمية لأكاديمية. تو مثلا أعطيك مثال بالنسبة لباحثين عمل من خريجين الكليات، يعني فنحن نبغوا نبنوا للأجيال القادمة. I'm glad to sign this MOU. And in Libya, we have worked here for about 10 years. And I think in the future, after this MOU, I think we can provide more opportunity, more job opportunities, positions to Libyans. And in next 3 to 5 years, the localization is our strategy. And there is lots of talents in Libya. I think together we are grow up in Libya, and our mission is in Libya and for Libya. Mm-hmm.